يسجل هذا الهدف، أول هدف لجمال مصباح مع الميلان. جاء من الجزائر إلى تورينو جريا بلا على الأقدام. شوف 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 باب 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 شم تقريبا شم الرائحة نتاع الكرة، الحقها خلف المدافعين، يسجل بالراس. يا له من هدف. جمال مصباح يعدل النتيجة للميلان ويبعد المباراة. جمال مصباح جاء من بعيد وبالراس لارتماء في الزاوية اليسرى.